الدائرة الثالثة، ونشوف معاكم المناطق التي تنضم إلى الدائرة الثالثة طبعا من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت. نشوف معاكم طبعا المناطق على الشاشة. حاليا نشوف معاكم مناطق كيفان، الروضة، العديلية، الجابرية، السرة والخالدية، ولا زال طبعا الكثير من المناطق بالنسبة إلى الدائرة الثالثة نشوفها معاكم على الهواء. قرطبة، اليرموك، أبرق، خيطان، السلام، حطين، وخيطان الجديدة. ومعنا طبعا آخر ثلاث مناطق بالنسبة إلى الدائرة الثالثة نشوفها معاكم على الهواء، الصديق، الشهداء، الزهرة. الحين ننتقل معاكم إلى النسب بالنسبة إلى الناخبين والناخبات في الدائرة الثالثة، نشوف معاكم على الشاشة. طبعا المجموع بلغ إلى 96528، أما نسبة الإناث من الناخبات 54%، أي 51810. أما بالنسبة للذكور وصلت النسبة إلى 46%، أي 44718. ننتقل معاكم إلى أسماء المرشحين والمرشحات في الدائرة الثالثة، نشوفها معاكم على الشاشة، شاشة تلفزيون دولة الكويت. معنا وجه نسائي، المرشحة أفراح جعفر ملا علي، معنا المرشحة أنوار كامل القحطاني، ومعنا أنور مساعد الطبطبائي. لازلنا نشوف معاكم الأسامي من المرشحين والمرشحات على شاشة تلفزيون دولة الكويت، جابر حماد العتيبي، جاسم محمد الكندري، وعندنا أيضا المرشح جاسم محمد العريفان. نشكر كل الجهات الحكومية على مشاركتها أكيد في هذا العرس الديمقراطي والحدث الديمقراطي. معنا حنان محمد القحطاني، خالد راشد الصدي، وخالد عبد اللطيف المنيع. لازلنا نشوف معاكم الأسامي على شاشة تلفزيون دولة الكويت وإحنا معاكم في هذه التغطية المباشرة والحية، وحتى فرز النتائج في نهاية اليوم. خالد عبد الله الخميس، خالد عبيد العتيبي، والمرشحة يعني نشوف معاكم وجه نسائي أيضا، ريم عبد الله العيدان. نشوف معاكم الأسامي بالنسبة للدائرة الثالثة، الدائرة الانتخابية الثالثة. معنا أيضا عبد الرحمن حسن العتيبي، وعبد العزيز عبد الله العامر، والمرشح عبد الله أحمد الكندري. مثل ما قلنا نشكر جميع الجهات الحكومية اللي شاركت في إنجاح هذا اليوم وفي هذا العرس الديمقراطي، الكثير من الوزارات بصراحة. عندنا المرشح عبد الله بن نخي، والمرشح علي محسن عوض، وعندنا عمار محمد العجمي. شفنا معاكم طبعا معطيات الدائرة الثانية والثالثة، والحين ننتقل أكيد لازلنا نشوف معاكم أكيد المرشحين فاضل حمزة خورشيد وفهد عبد الله مزعل، وعندنا أيضا فهد محمد العتيبي بالنسبة للدائرة الثالثة. لازلنا نشوف معاكم طبعا على الأسامي المرشحين، وعندنا أيضا فواز فهد المخلد، فوزي صقر الصقر، محمد طلال السعيد. لازلنا معاكم نشوف معاكم الأسامي بالنسبة إلى الدائرة الثالثة، مهلهل خالد المضف، نصر علي العصفور، هشام عبد الصمد الصالح. مثل ما قلنا نشكر كل الجهات الحكومية بصراحة على دورها، ومنها أكيد وزارة الصحة الكويتية اللي أكدت بوقت سابق على وجودها لأي حالة طارئة قد تحدث لا سمح الله. وعندنا أخيرا يوسف محمد الرشيدي.